الثاني من حكم اللقاء كان اندر. شوط اللعب الاول اللاعب الطائر قدوم من الهلال. اصدار التنفيذ للكرة تلعب وتنفذ في اخر 7 دقائق من زمن شوط اللعب الثاني. 4 اهداف للهلال دون مقابل لمريخوسي. اصدار التنفيذ كرة ينفذ فيها اللاعب مجسر كاريكا معه ايضا الاختصاصي عبد اللطيف بوي يلعب كاريكا كرة والحارس شلبي على دمعتين مرة في شلبي ما زالت ملعوبة وفي القائم هدف جول يسجل اللاعب عماد الصيني الهدف الخامس لصالح فريق الهلال بعد استفادته من كرة العائدة من القائم. اذا هدف خامس يسجل في الدقيقة 38 هذه المرة عن طريق اللاعب عماد الصيني لتستمر الاحتفالات على المدرجات بهذه الطريقة التي فيها شغف كبير من أولتراس فريق الهلال. الهتاف يأتي لتدوم طبعا رغم التسجيل من الصين. لاحظ هنا الكرة التي لعبها كاريكا هنا ارتمى بشكل ممتاز كردة الفعل لم تكن سريعة من شلبي وسبق تادومبا خطف من الكرة ارسل كرة ثعلب لعب بشكل مهاري عادت من القائم الكرة وتحولت ليتابع ويكمل عماد الصيني ويسجل هدف خامس لفريقه في هذا اللقاء. 5 اهداف دون مقابل لفريق المريخ كوستي في هذه المباراة.